السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكواليس استماع منذر الكبير مع اللاعبين، الرجاء لتحقيق ريمونتادا التاريخية أمام الأهلي. يعني لازم خلينا تاع الموتيفاسيون تاع الدراهم، ومنا خلينا هذه قضية تاع ألوان، قضية تاع ألوان لعابة، لازم يعرفوا بلي كاين قضية تاع ألوان، ألوان نادي، كيان وتقاليد. يعني وين تشوف انت يا الرجاء نادي بصفة منتخب، الأنصار اللي عنده، القاعدة تاع الأنصار اللي عنده الرجاء بصفة منتخب، هذه اللي نتكلموا على الرجاء. تخليك تهدر على الرجاء، الرجاء اللي عنده قاعدة جماهيرية عالمية، قاعدة جماهيرية عالمية على التنقلات عندنا منا، لأن يعني مكاش. والرجاء نتمناو إن شاء الله ريمونتادا، يعني لازم نفوزو، لازم تكون عندنا روح قتالية مثل يعني 2019 أمام الوداد في التأهل لكأس العرب. مي درنا 4-4 كنا خاسرين، وعاودنا ولينا وقاليزينا يعني في 93 دقيقة و34 ثانية وقيلة، ماني عاقل انا، عندي في التريكو انا، يعني الهدف الرابع لازم كيما هاك. قضية تاع رجلة ماشي قضية تاع بولا، وقضية تاع رجلة. مش انا نقول لكم تضربوا الغاشي، لا لا، بولا لعب يعني زر عندكم، يعني قضية اللي شابه يعني، وهي الجماهير اللي غادي تكون وراءكم، يعني لعاب 12 بمعنى كلمة، عامل الجمهور والأرض في صالح الرجاء. يعني الهدف الثاني ذاك يا رب العالمين، ما فهمت أنا ذاك البنت زاوج هذاك كان ليش هديك تروح طاكي انت وقعدت منا، تركت الجوار خليت الجوار وعطاك، انت اش دخلك؟ انت انا روحت قدمت عليها، انا قدمت عليها، هبلتني انا قدمت عليها، انا روحت قدمت بنت زاوج، هو اللي هلكنا، هو اللي هلكنا البنت زاوج. زيرو كان تجيب ليها زيرو شويه صعيبه، وامام من امام الاهلي يا ولد عمي، صعيبه ماشي نقولوا هنايا، امام الاهلي دو بيت امام الاهلي، صعيبه 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 وماهيش مستحيله. انت دروك انت داك ديفونسير دروك انت كنت قاعد المكان تاعك، انت شدك تروح طاكي وتخلي واجبات تاعك، انت ماماك قاعد تبع في جوالك وقاعد تنبلع، وقاعد تنبلع وخلي على على هاو عمي، على على هاو ودي على مين نشوف ذاك البنت. نورمالمون ذاك البنت مكاشي، والله دائما الراجع يا رحم شوابي انت منذر الكبير يا خويا، راك تشوف بلي لو هنا جماهير انا نشوفو بلي راجع الديفو تاعها دائما راهي تتلقى اهداف في الدقائق الاخيره. شاهدنا البنت الاول وين تمركاونا، وشاهدنا البنت الثاني وين تمركاونا، دائما في الدقائق الاخيره، 7 دقائق 8 دقائق يمركونا، وهذه ماشي اليوم، هذا ديفو راه هذه نقطه سوداء اللي صبحت يعني في النادي الراجع، صبحت نقطة سوداء في النادي تاع الرجاء. يا خويا راه عندك تايا راك مدرب، ابحث على وين الخلل، وين الخلل، ابحث وين عقد منذر الكبير مدير الفني لفريق الرجاء المغربي اجتماع مع اللاعبين أمس الثلاثاء للحديث معهم عن المواجهة الحاسمة أمام الأهلي في إياب الدور الربع النهائي دور أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يستقبل فريق الرجاء الرياضي ضيفه الأهلي يوم السبت يعني المقبل على أرضية مغد، لا الجمعة واخ، يعني يوم السبت المقبل على أرضية الملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية. وبحسب موقع 360 سبور المغربي فإن الاجتماع يعني تمحور حول الحديث عن مواجهة الأهلي، حيث خطبهم المدير الفني بخطاب تحفيزي من أجل تعويض الفرق هدفين الذهاب. شوف بس نقول لكم كلمة، وهي كلش
قادرين في قادر في 10 دقائق التاليه، 10 دقائق التاليه نركو ثلاثه. بصح هي من الاحسن مستحسن، ويعني باش نلعبوا اليز لو كان تاعكو يجي الهدف في 10 دقائق الاولى، با كل مركو لهم في 10 دقائق الاولى تروح عليهم باي البارتيه، تروح عليهم بارتيه. لو كان مركو للاهلي بزاف، غير الاهلي 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 بزاف، بدلو شويه سبحان الله. هاو نقعدو حنا غير الاهلي 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 ولا صحيح شويه نبدلو. هذه هي. واكد المدرب التونسي للاعبي انه لا شيء قد حسم بعد، وان الفريق الاخضر قادر على تعويض هزيمه الذهاب وحسم التاهل امام الجمهور الرجاء بمركب محمد الخامس بدار البيضاء. يا خويا راهي عندكم، خلينا نضربك، راهي عندكم، راهي عند اللعابه حاجه سهله. يعني شويه موتيفي روحك، موتيفي روحك، هي موتيفي روحك، يجب ان كي تموتيفي روحك مليحه كلش يفيدك. موتيفي روحك خويا، موتيفو روحكم، يعني كي تموتيفو روحكم كلش مليح. لازم ما تقارعوش كاع، هذه هي، لازم ما تقارعوش، لازم الامام امام ثم الامام ثم يعني الهجوم بدون نسيان الواجبات. يعني ماشي كاع تطلعوا تحوسوا وتنساو الكوزينه الرول، ها الكوزينه الرسميه، الكوزينه هزوا عند الكوزينه يجوا ياكلوا لك ماكلتك. هذه بكري كان يقولوا لنا اونترينير عمي عبد الله باتيمو بالحميتي الله يرحمه، كان يقولنا قلنا حزوا روحكم الكوزينه، والله لا كان يقولها لنا مسكين الله يرحمه عمي عبد الله الله يرحمه. هذه هي، حنا ان شاء الله بربي تكون العوده قويه، خاصه تاع كون ماركو لهم دو بيت بريمير ميتو في تلعب اليز، على بالك تلعب، على بالك تدخل دوزيام ميتو 0-0، حس روحك مليح، تنظم تشوفو تاعك. حنا عندنا ثقة في هاد الولاد، إن شاء الله بربي تفرحونا، هذه اللي نقولها لكم، إن شاء الله بربي تفرحونا. علاش عمل واحد قال لي أنت يا لياس ما هدرتش عليا، أنا هدرت على لياس، وأنا مالغري عندي سيربي، أنا شباب بالوزداد خويا، مهما كلف الأمر نبقاو شباب، حنا شباب بالوزداد. خاطش على الناس تنمر على الشباب بالوزداد تاعنا، ما بغيناش نردو، أنا ما بغيتش نرد مزيان في الكومونتير من هنا، ما بغيتش نرد، ما نردش. نزعف انا كمناصر، نزعف عاير، درت فيديوهات عاير تاع السيالبي عاير، بصح شتيه لا نبقى نبغي السيالبي. الرجاء والو مكاش بانك، الرجاء تحيا الرجاء ونموت على الرجاء كيما نموت على السيالبي. عندي منتخب وطني جزائري وعندي منتخب المغربي، هذه هي اخويا سيبورتيم، انا رياضي، انا نبغي الرياضه. كاين الناس اللي تبكي على اللي على على الريال، تبكي على البارسا، كاين اللي يبكي على كل واحد كيفاش يبكي. كاين اللي سيبورتا فرنسا، هو جزائري سيبورتا فرنسا باش تدي لاكو، كل واحد كيفاش. كاين اللي راد ميسي باللي مسلم، كاين اللي راد ميسي باللي مسلم، هذه هي. حنا لا، حنا نتبعو يعني منتخبات مسلمه حقيقيه بالتالي كاع. وين وضح المنذر الكبير امام لاعبيه سيناريوهات عديده الى جانب المباريات العالميه شهدت عوده انديه كانت تعرضت للهزيمه باكثر من هدف، لكن في الاياب عادت في النتيجه، وكان الاهلي قد حسم مواجهه الذهاب على الملعب استاد القاهره يوم السبت الماضي لصالحه بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. اسمحوا لهم والله لا قادرين تولوا، قادر شوف الموليه قادرين تولوا، والله لا قادرين تولوا، والله لا قادرين تولوا، انا نقول لكم قادرين تولوا نورمال، والله تعرفوا لو وليتوا نورمال عادي، والله والله لا قادرين تولوا، تولوا ديريكت نورمال عادي، مكان كاع مشكل، انا نقول لكم والله لا قادرين، قادرين عليها، قادرين عليها نورمال خويا. والله ما صعيبه كاع، انا نقولها لكم والله ما صعيبه، والله ما صعيبه، ولا قادرين بالخف سبيترويت، قادرين بالخف سبيترويت بالتالي كاع خويا، بالخف تعاودوا تولوا لها، هي راهي عندكم وانتم ما تعرفوا. ما
تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وساعدكم.